الحمد لله رب العالمين Thank you.
فلأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان فلأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رمرم خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحسب لكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أعمى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، فالهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والإخوان سوقنا بالإيمان، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن يكون شافعا لنا، اللهم اجعل القرآن يكون شافعا لنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واهدنا به إلى صراطك المستقيم، واهدنا به إلى صراطك المستقيم، واهد أولادنا به إلى صراطك المستقيم، واهد أولادنا به إلى صراطك المستقيم. اللهم طيب أخلاقنا وأخلاق أولادنا بفكر حكيم. اللهم طهر قلوبنا من كل وسن وادنا مشاهدك ومحبتك، وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم أنت بحاجاتنا عليم، وعلى قضائها قدير، وهي إليك يسيرة، فمنن علينا بقضائها برحمتك وبختم القرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤسسين حاجته، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، شفاء لا يغادر سقما. اللهم كل ذي حاجة فقد لنا حاجة وحوائجنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقطم المكتوم مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه، وبخليفته مولانا شيخ إبراهيم. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. كل ذي حاجة كل ذي حاجة فليحضرها هناك، لأنها هنا محل الإجابة، لأن هذا محل ختم القرآن العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقضى حوائجنا جميعا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جاز أخونا هذا، جاز أخانا هذا بالخير العظيم. نعم، واغفر لنا ولوالدينا، واغفر لوالدنا وأولادنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بسر صلاة الفاتح. اللهم صل وسلم خاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله أنفاني مدونة أبو العكي، الله يسعي ذمع أنفان المسلمين قبائك لا كما أشياء الحج، الله يساك مسل خيري كما يديتها دون خدمة، الله يساك مسل خيري شيكم والد الناس شيخ النام، الله يساك مسل دكما يديتها لخدمة للتاف النام يسألك كما نقول حامل لأموالك قبائك لا، الله يساك مسل الخيري، الله يساك مسل الخيري، يد الله يساك برع بن يبوه، الله يساك برع بن يبوه، الله يساك انك دون دي حضرته سبب الجنزة وانا ختمة، الله يسامو كما منا وانغافر شاوى قليم ودك وان إذا دوت بكاتا، الله يساب زي كما بسيد بيانتا، الله يكوت تنامك عشاء، الله يساب وانا لمري إذا مفرين تيكي من إيباء وتوقبام لبايم بسير صلاة الفاتح. شيخ عبد الله إنياس يا عزيز ان شاء ختمة إيجي بعد الله ينسوا سكشة نعم نعم إن شاء الله. مولامو شيخ عبد الله إنياس خيفة شو إبراهيم كما سليل انسا ya ji za a yi wannan khatama kuma ya yi ko ne mana murna da wanda bikin wannan khatama kuma ina Lagos muna zaton Allah ya sa ko zai karasu mana nan kuma ya dai ci a saka shi cikin wannan addu'a da ake ta wannan khatama dan abin ina da muhimmanci Allah biya bukatun mu biya bukatun mu da mu da su gabaki daya kuma Allah ya sada mu da shi da khairi Allah ya saka wa ka ma walidin nasu da alkhairi alam na sharah salatul fatiha والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم كما يد مكان انان دك مثال ده يارم دك مثال مسويان دك مثال الدين المسلم شي طريقه يا حدا مو دك وند يي زما يا زونن ني مثال saboda cewa da addini musulunci ya hada mu da mu da shi da mu da muke riko da tsayiko sufiya muna masu kadriya ne ko masu tijaniya ne ko samaniya ne ko lakshbandiya ne ko rufaiya ne dukan su ala hudan min rabbihim Allah ya saka ka musu da alkhairi Allah ya samu zama muna tare da su misalin gunda ya zama la khawfun alaina wala nahzanuna min ja'i nabina bin sallallahu alaihi wasallam bi sirri salatul fatih al khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq al hadi ila salatil mustaqim
wannan abu an yi wannan shine saniyan wato na biyu kenan muna fata kuma Allah ya samu tsofar da shi a sake yin salis a sake yin kasal kuma wanda yake kuma na uku ya zama kuma amfanin dukkan duniya gabaki daya yanzu wannan wanda aka yi na farko ba inda bai je ba muna fata wannan shi ma Allah ya yalwata Allah ya yalwata shi Allah ya yalwata shi garuruwan musulunci Allah ya sa ya zama rabon mu ne gabaki daya shi kuma da insha Allah marin Allah ya girma maradansa Allah ya girma maradansa Allah ya kara mana budi da mu da shi Allah ya kiyaye mu gabaki daya ni lafi salatul fati kuma dai kamar yadda na faɗa muku jiya muna tare da sai jikan sayyidina Ali al-Harazim gashi muna tare da shi yau ma gashi ya halarta wajen wannan khatama ya daukaka wannan khatama ta mu da halartar sa muna fata Allah ya kara mana albarkarsu yadda mahaifinsa ya zama khalifa Sheikh Tijani tun ina da rai yace mahaifinsa khalifar sa ne to Allah ya kara mana albarkarsu Allah ya saka musu da alkhairi wannan dina daga cikin misalin natijar abota mu da sahibul faydati Maulana Sheikh Ibrahim ba wanda bamu gani ba anan wannan asima ta faida Allah ya saka musu da khairi salatul fati ta zaka to mallam shi a saurari Sheikh Isaqrat mun wanna so mu karanta qul huwallahu kafa 11 da salatul fatihi kafa 3 ruhin malan Allah ya saka musu da alkhairi amin wasiyar da yayi mana kamun wafatin sa yace da ni Ishaqu abinda nake roƙon ka bayan na mutu kar ka sake ka bar wannan littafi kar ka bar gidana ya mutu a kutila kaman naga waɗansu malaman in sun mutu to sai ga gidansa ya mutu to ni bana so Allah ya yi min haka saboda haka ina maka wasiya cewa bayan na mutu ka ci gaba da raya wannan littafi amma ni kuma alƙawarin da zan maka in ka yi min haka ya daga alƙur'anin sai na hannunsa yace wallahi na rantsa maka da sirrin da yake cikin littafin nan in ka tsaya kan alƙawarin nan da muka yi da kai zaka kai kowane matsayin da wani mutum yake kawo wannan duniya ta mu mutane yace duniya suke kwadayi sai su bar Allah amma ni na gaya maka wannan abu da su mutane suke kwadayi na duniya in ka tsaya min da wannan littafi ka ci gaba da raya shi bayan na mutu to wallahi na yi maka alƙawari Allah ya lamince zaka kai kowane matsayi da ke yi nima a wannan to falilla alhamdu Allah ya cika alƙawarinsa mun ga har yau dai gashi shekarar sa 31 ko da bi da rasuwa Allahu akbar harkokin mu na makaranta kullun sai ci gaba suke harkokin mu na duniya kullun sai ci gaba suke ba su taba komawa baya ba kowace gari ya waye sai tafi jiya ni kuma da Allah ya kaddara ya yadda da abinda muka yi alƙawari wato himmata akan wannan littafi na Allah tabaraka wa ta'ala ta yau tafi ta jiya ta gobe kuma Allah da za ta fita yau saboda haka ya cancanta mai masa addu'a musamman bayan haihuwar mu da yayi to kuma gashi yayi mana daurin gindi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya akan wannan littafi kamar yadda yake bukata da ina da rai sai ga abubuwan ma gashi har sun wuce wancan zamanin da garwan masallacin da inin jama'ar da suka addace alqur'ani bayan sa dubbinansu da adadinsu har sun wuce wancan zamanin saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi makaranta qul huwallahu 11 da salatul fati kafa 3 ali saka masa da alkhairi ba masallala sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mun saki karanta qul huwallahu ahad da salatul fati daya ga iyayenmu wato wanda suka haife mu. In kun lura duk wanda kaga ina nacewa a makaranta da masallaci to tarbiyyar ubansa ne. Idan ubansa baya son masallaci baya son makaranta to ba za ka ga dansa kullun yana zuwa ba. Saboda haka duk mu dinnan da muka taru anan muna karkashin tarbiyyar iyayenmu saboda haka sai mu karanta qul huwallahu ahad 3 da salatul fati daya ga mahaifanmu baki daya Allah ya kansu Allah ya saka musu da alkhairi amin Allahumma wal khatim lima sabaqa wa sallallahu alaihi wa sallam jama'a na so mu karanta ayatul kursiyu kafa daya da lilafi kafa daya da laqad ja'akum kafa daya
da idza jaa nasrullahi kafa daya wannan ayoyi masu albarka wanda Allah ya alƙori in an roke shi da su zai amsa ina so a karanta waɗannan abubuwa da na zana ga shi shugaban kasar mu General Ibrahim Babangida masoyin mu ne masoyin Shehu Ibrahim ne masoyin mutanen dariƙa ne ba mu samu wani shugaba da ya tsaya a haƙƙin mu kamar sa ba saboda haka wajibi ne ga kowannen mu dan ma haƙƙin mutum ya baka haƙƙinka kai ma ka bayyana ka to a taimaka masa addu'a saboda haka Allah ya kiyaye mana shi Allah ya tsawaita mana ransa Allah ya sa albarka cikin daular sa amin ayatul kursi kafa daya alaƙar jakum kafa daya lilafi kafa daya idza jaa nasrullahi kafa daya lahu ma fis samawati wa ma fil ard Gasharu zai cika mana addu'a. Sallallahu alaihi wasallam. بعد حمد الله جل جلاله وعز كبرياؤه وتقدس مجده أحمده سبحانه وتعالى لأنه من علي بهذا اليوم وبهذا الختم ختم القرآن الكريم جعله الله عليكم بإن شاء الله بفروج جميع الكروبات إن شاء الله وأن يستجيب الله لكم جميع الدعوات الدنيوية والأخروية وأن يجعله الله عليكم حسنات في الدارين في الدنيا وفي الآخرة وأن يسهل حفظه لجميع من يريد حفظه إن شاء الله وأن يفتح بصيرتكم إلى الخير وكما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الحاج إسحاق رابع لأنه هو الذي يقوم بهذا ويزيد فرحنا على ذلك ولله الحمد هو دائما يسير في طريق الخير ويحب للمسلمين الخير ويجمع جميع المسلمين وتجانيه هنا لحفظ القرآن ولتلاوة القرآن فاللهم اجعل حسناته كل حرف من حروف القرآن الكريم وكل آية وسورة حسنات له في الدارين في دار الدنيا والآخرة وبارك في عمره واجعل له عمرا طويلا بالخير معمورا بالطاعة واجعله لنا نورا نستضيء به ويستضيء به جميع المسلمين والتجانين وبارك لنا في أخينا وكذلك في جميع الحاضرين من المقدمين ومن الشيوخ ومن جميع المسلمين والتجانين اللهم انصرنا على جميع الأعداء اللهم انصر هذا الدين على الأعداء اللهم اجعل هذه البلاد من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناء اللهم اردد عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم اصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين واهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين اللهم انصر رئيس الدولة إبراهيم بابغان وانصره على جميع الأعداء بجاه هذا القرآن العظيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا بالدين واختم بالصالحات أعمالنا اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبدا والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تجعلنا من الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى أيديهم
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا من إذا ذاق الفضا وتراكمت حمل الدواهي فرجتها بدقيقة من حسن لطفك يا إلهي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجر يا رب لطفك الخفي في أمرنا، وأجر يا رب لطفك الخفي في أمرنا، وأجر يا رب لطفك الخفي في أمرنا. اللهم بحق الفاتح لما أغلق افتح لنا باب كل خير فتحته على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجاه الخاتم لما سبق اختم لنا بخاتمة الناجين الراجين الذين قيل لهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وبجاه ناصر الحق بالحق انصرنا على جميع الأعداء، وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. المصحف المرسل المصحف المرتل برواية ورش عن نافع ترتيل نخبة ومهرة من القراء إعداد مؤسسة المرحوم الشيخ محمد الرابع للتعاون الإسلامي العالمي والتي يرأسها فضيلة الشيخ إسحاق رابع. وقد تم هذا التسجيل بتوفيق من الله في المسجد الجامع للشيخ محمد الرابع في مدينة كانو نيجيريا.